قررنا النهارده ننزل مكان كلكم بتحبوه واكيد كلكم عارفينه، اكيد مش قصدي على المترو يعني يا جماعه، لا الحاجه دي لسه جايه. وهنا بقى مروان كان خايف يطلع سلم الكهرباء وقرر قرار نهائي ما فيهوش تراجع انه يطلع من على السلم العادي. يا ابني ديك ديك بس خلاص قفلت، اطلع من على السلم العادي. طلع من على السلم ليه؟ ما طلعتش من على السلم الكهرباء ليه؟ تفتكروا رجلي مين دي؟ يكونش مروان؟ ايه ده مروان؟ اقنعته ازاي؟ اقنعك؟ معرفش. خلاك محمد فضل وراه وخلاه ينزل ويطلع تاني من على سلم الكهرباء. بس مروان يسكت؟ لا لازم يحط التاتش بتاعه. هوب هوب، ايه النطه دي؟ يلا انت بتنط بترعه. وهنا بقى يا جماعه طلعنا محطه محمد نجيب، اخيرا خرجنا من المترو. انا كنت حاسس ان اقضي حياتي كلها جوه. مثلا مدينه ايه؟ احنا جايين من ظهره، احنا كده غدرنا بيه وجينا من ظهره، احنا المفروض نروح من قدامه. هنا بقى انا كنت بهري ويعني بنتراكش ليه تمثال محمد فريد مدينا ظهر. بس انا كان ليا راي مهم جدا في الموضوع ده، انا قلت لهم ان احنا اللي جايين من ظهره، كان المفروض نيجي من وشه. وبما اننا خلاص داخلين على نهايه السنه وبدايه سنه جديده، لقينا الراجل ده كده واقف ماسك البوك اللي في بقه ده، حد عارف مين ده يا جدعان؟ ايه المهم نسيبه في حاله؟ لا ازاي، ده لازم نتنمر عليه. عارف مش هو كل سنه بيجي يدي هدايا؟ اه السنه دي هيجي يسرق الهدايا، العيشه بقت صعبه. يا للعسل ده، يخرب بيت خف دمك، اضحكوا يا جدعان اضحكوا. ايه ده انا بقلش على نفسي. على فكره حلوه اللقطه ديت، مهمه جدا يا جدعان. في اللقطه دي انا اعلمكم نوع من انواع جبر الخواطر، ركزوا كده. هنا كان هدف اكعبل مروان، بس يا شاء القدر انه ما يتكعبلش. فيقوم عامل ايه بقى؟ يعمل انه يتكعبل، بيكبر بخاطر. جيت لك اعمله فما اتكعبلش، فقال يعمل اللقطه عشان تبقى حلوه في الفيديو. تعبنا بقى فقلنا ايه، نقعد نشرب حاجه كده، نقعد بقى ونتبط ونشرب حاجه. لا ازاي، نعمل تحدي. اخر واحد يخلص هو اللي يحاسب. زي الفل ماشي. انت معاك فلوس؟ لا اللي يخلص الاول مش انا واثق ان انا اخلص اول واحد. هتفس يعني. ماشي معاك فلوس؟ التحدي ده هيبقى بينكم انتوا الاثنين عشان انا مش معيش فلوس. بس كفايه عليك كده. انا معايا عصير وهو معزك بليل، قصدي اللي هيخلص الاول مش هيحاسب، اخر واحد هيخلص ولا هيحاسب. مش موافق. انا مش بنسحب والله يا جدعان، بس يعني زي ما انتوا عارفين بقى الرجيم وكده، لازم احافظ على فورمتي وعضلاتي الذي ليس لهم اي وجود. وهنا بقى جزء من المفاجاه. مش هنقول له. ماشي خليها مفاجاه. اه خليها مفاجاه. خلصان. ايه ده، مين اللي هناك ده؟ حاسس ان انا بشبع عليه. ايه ده يا جدعان، وصلنا للدرجه دي؟ خطف الاطفال في عز النهار كده وكمان بتصوروا الاختطاف؟ يلا يا جدعان نفعل كلنا هاشتاج حسن وحسين خطافين الاطفال. ايه ده، انا عارفك على فكره. ايه ده، انا عارفك. وهنا كلنا دخلنا في حاله من الاندهاش والذهول كده، مش عارفين بعض اصلا. صورني حسين، حلم كل فتاه كان هيتخبط. العربيه هتموت. خش في حضن اخوك يا فواز. ايه ده؟ ما كفايه اندهاش بقى يا عم. محمد ازاي؟ ايه ده مروان معاك؟ سبحان الله. انا ما اتحلتش عندي خالص. لا خالص خالص. ايه ده انت تعرفه اصلا؟ ايه الشياكه دي يالا؟ يا حلاوه دي. ايه الشياكه دي يالا؟ لا حاجه عندي. جامد. وربنا عسل يا جدعان، الاستشاره ياكل مني حته. ومروان والحسين هنا متاقلمين مع الوضع قوي. حابين بعض قوي، هما ماشيين مع بعض. الاستشوار تمام يا حسين؟ لا باظ. اه نسيت اقول لكم، الدنيا مطرت علينا واحنا ماشيين وكانت خراب، الاستشوار باظ والهدوم وكل حاجه. ايه الحماريكا ده؟ ايه ده انت بتصورني؟ ايه ده؟ لا 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 خلاص بقى، انت متكبر على فكره. متكبر؟ لا مروان هدف عليا. شو الاخبار؟ هنا انا والكابتن بقى قررنا نعمل سيشن كده متواضع، هو مش طايقني. بص عمال يشب ازاي، هعمل ايه؟ انت قصير. نط يا بلاي. بص بص عد ثلاثة ونط الصورة. ماشي ماشي. واحد اتنين. بجد دماغك طلعت بره الكاميرا. جامد ده اللي احنا عايزينه. نط نط اعلى شوية، نط اعلى شوية. اتنين. ايه ده انت عامل كده ليه يا كابتن؟ بجد. وهنا بقى كنا في اركيديا مول، وحظ مروان ان ما فيهوش غير سلالم كهرباء. نط نط نط. بص بص بينزل ازاي، بص بينزل بقى ازاي. وضع الاستعداد للنطه بتاعتنا الجميله. ياح، ينفع كده غرقتنا؟
جبنا اللي احنا عايزينه من اركيديا وركبنا بقى الميكروباص عشان نروح مدينه نصر. ويا شاء القدر ان محمد يتم المليون واحنا في العربيه. لا بقول لك ايه بقى؟ يا صفرا انت عايز تشرب بيبسي يا صفرا؟ هو قال ايه؟ لسه لسه هو لا مبروك. بص بقى ثواني بص انت هنا بقى يا صفرا انت عايز تشرب بيبسي انت معاك كام يلا؟ بقول لكم ايه احنا كلنا دلوقتي معدين المليون مش عايزين حد اقل من المليون يتكلم معانا. وانتوا يعني عشان كلكم معديين المليون وانا لسه ماشي. هنا بقى كابتن حسن كان بيضحك قرر انه يعزمنا في مطعم جامد جدا على اكل جامد جدا وبطننا كانت طالعه قدامنا 60 متر. وهنا بقى قرروا يعملوا فيديوز تيك توك. اكيد كلكم شفتوا الفيديوز ديت يعني، وحتى اللي ما شافهاش موجود عند الكابتن حسن عادل على التيك توك. الكاميرا دي يا جدعه مش جدعه بتقفل على حاجات غريبه كده. ايه ده يا حسين انت جعان يا حبيبي ولا ايه؟ بصوا يا جدعان احنا رايحين دلوقتي مكان اكيد كلكم تعرفوه لانكم شفتوه كتير جدا. تعالوا بقى وانا هوريه لكم. ودلوقتي يا جماعه المعلم بلال والمعلم مروان والمعلم عبد الشكور وصلنا الصاله وانا دغدغهم النهارده في صاله البنكوك بس بعد التمرين بقى. بعد بقى والمعلم حسن الناس يقول المعلم حسن مساء الخير. نجيب بعض ايه؟ بصوا يا جماعه انا جاي النهارده اوري الكابتن حسن حاجه مهمه جدا. ركزوا معايا يا جماعه جدا في اللي جاي، هعلمكم حاجات مهمه جدا هتفيدكم في الدفاع عن النفس وفي كل مراحل حياتكم في اي مكان وفي اي وقت مش هتكلم عن نفسي كتير، تعالوا نشوف بنفسنا. ركزوا في المهم يلا والمفيد. ركز بقى عشان نستفيد. ركز. يا رب اكون فدتكم. وبس كده يا جدعان كفايه عليكم في الفيديو ده، بس مش كفايه عليكم في الصاله طبعا، لا احنا عاملين فيديو كامل جامد جدا هتلاقوه موجود على القناه مع الكابتن حسن والكابتن حسين في صاله الباركور. المهم يا جماعه ما ننساش في نهايه الفيديو نعمل لايك على الفيديو ده ونفعل زر الجرس ونعمل اشتراك عشان تشوفوا كل جديد. نشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.